في الصومال تحطم طائرة شحن تقل طاقما يضم نحو 10 أشخاص في منطقة يسيطر عليها مسلحو الشباب المتشددة في محيط العاصمة الصومالية مقديشو، وفق ما أعلن مصدر حكومي، ولم ترد أي تفاصيل عن طبيعة البضائع التي كانت تنقلها الطائرة، كما لم يعرف أيضا سبب الحادث. عبر الهاتف مباشرة من مقديشو معنا الصحفي الصومالي محمود عبد العزيز. محمود، مساء الخير، أهلا بك معنا. هل تكشفت أي تفاصيل جديدة عن هذه الحادثة، عن هذه الطائرة، ماذا كانت تحمل، وإن كان لجماعة الشباب أي يد في ذلك؟ مساء الخير. طائرة الشحن سقطت قرية عثمان الدرة والتي تقع قرب مدينة أفجوية والتي تبعد عن مقديشو 30 كيلومتر صباح الأمس. بعض الروايات تقول أن طائرة على يد حركة الشباب، ولكن حتى الآن لم تعلن الحركة على سيطرتها. عبد القادر محمد نور، محافظ ولاية الشمال السفلى، قال إنهم ما زالوا في تحقيق لكي يعرفوا هوية الطائرة وأسباب سقوطها. قال المتحدث بالوزارة الدفاع الأمريكية أن ركاب الطائرة ليسوا من مواطني أمريكية، وطائرة جاءت من كينيا، ولكن حتى الآن لم يتكلم من شأن الطائرة أي مسؤول من حكومة الفدرالية أو النظام أو القوات حفظ السلام في الصومال أو حركة الشباب. كانت يوم 12 هذا الشهر عندما سقطت طائرة الشحن المصرية ما بين مقديشو وأفغوي. نعم، أشكرك إذا جزيلا على هذه المعلومات إلى الآن. محمود عبد العزيز عبد الصمد الصحفي الصومالي كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من مقديشو.